نعم سبحان الله. أنا قرأت على موقع حضرتك من أحد منشوراتك أنه معظم الأنبياء، كل الأنبياء في القرآن الكريم لهم قوم، قوم نوح، قوم لوط، قوم هود، قوم كذا، إلا سيدنا عيسى ليس له قوم. سبحان الله. فأنا أود أن أعد البرنامج اللي عند حضرتك سيدنا عيسى ليس له قوم. صحيح صحيح. طب نثبت من خلال البرنامج أن سيدنا عيسى ليس له قوم، وكلمة قوم جاءت في القرآن مقترنة بأنها أنبياء، وكيف توصلت إلى هذه النتيجة وما الفائدة منها؟ ولماذا سيدنا عيسى ليس له قوم؟ سبحان الله. الحقيقة أنت عندما تتأمل القرآن تجد أن معظم الأنبياء الذين أرسلوا، الذين لديهم رسالة الرسل، وأرسلوا بها كانوا يخاطبون قومهم بكلمة يا قوم، يا قوم اتقوا الله، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، سيدنا شعيب، وإذ قال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني، إن أرسلنا نوحا إلى قومه. معظم الأنبياء بما فيهم سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، شعيب، هود، قال لقومه مثلا الناقة وغير ذلك، سيدنا صالح. ولكن الملفت للانتباه أن سيدنا عيسى مع أن كان له قوم، صحيح، فالمنطق أن يقول يا قومي مثلا، ولكن في القرآن الكريم ذكر اسم عيسى 25 مرة، واسم المسيح 11 مرة، ولم يرتبط بكلمة قوم أبدا. إذا قرأت هذه الآيات كلها لا تجد أي آية فيها قوم تربط كلمة عيسى بكلمة قوم أبدا. والمسيح كذلك، لو كتبنا المسيح حتى كذلك. المسيح انظر اسمه المسيح عيسى ابن مريم، لنكتب كلمة المسيح مثلا ونضغط انتر، لدينا كم؟ 11 نتيجة، 11 نتيجة، 11 وعدد الآيات 9. نعم الآيات، انظر إنما المسيح عيسى ابن مريم. الآن ما الحكمة من عدم وجود قوم مع سيدنا عيسى والمسيح؟ كل الأنبياء باستثناء سيدنا آدم، الأنبياء كلهم لهم قوم، لأن الإنسان ينتسب إلى والده عادة، أبيه. صحيح. يعني أنت مثلا تقول فلان ابن فلان، ابن فلان من قبيلة كذا، من قوم كذا، من بلد كذا. سيدنا عيسى ليس له أب، فمن الخطأ أن تقول قوم عيسى. روح الله وكلمته. نعم. له أم فقط. انظر مريم ذكر قومها، قوم مريم في قوله تعالى فأتت به قومها تحمله. في سورة الصف مثلا، وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني، هو يخاطب بني إسرائيل، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. في الآية التي تليها وإذ قال عيسى ابن مريم لم يقل يا قومي يا بني إسرائيل، مع أن المخاطب نفسه بني إسرائيل. سليم. سبحان الله. إذن إذا بحثت في القرآن تجد أن هناك عيسى عليه السلام وآدم لم يذكر لهما قوم أبدا. عيسى ليس له أب، جاء بمعجزة، وسيدنا آدم ليس له أب وأم، جاء بمعجزة. ولذلك ماذا قال تبارك وتعالى في سورة آل عمران؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أحسنت. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لا، آدم وعيسى ليس لهم أقوام، لأنه آدم هو باعتباره هو أبو البشر. نعم. أبو البشر. نعم. وسيدنا عيسى خلق من روح الله وكلمته، كلاهما خلق بمعجزة. ولذلك الله جمع بين هذين النبيين الكريمين في آية واحدة. إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال